مرة تانية هنرجع لمنى عشان نتعرف منها على حالة الطقس بالتفصيل. شكرا لك يا شاذلي. أهلا بمشاهدينا من جديد. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة يكون في انخفاض في درجات الحرارة، والطقس هيكون مائل للبرودة الصبح بدري ولطيف في النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وهيكون دافي على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وهيكون مائل للبرودة في أول الليل وبارد في آخر الليل على أغلب الأنحاء. النهاردة هيكون في شبورة مائية الصبح ممكن تكون كثيفة على الطرق السريعة المؤدية من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء. كمان هيكون في فرص أمطار خفيفة بالليل على القاهرة الكبرى ومدن القناة، وفرص أمطار على الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وسيناء وحلايب وشلاتين. خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. دكتورة منار، صباح الخير عليك. صباح الخير على حضرتك دكتورة منى، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بك يا فندم. دكتوره منار، كنا بنقول ان النهارده ممكن يكون في انخفاض في درجات الحراره. الطقس النهارده يعني احنا شايفين الصبح قد يكون يميل للبروده، ولكن مازال لطيف، ما تخيلناش ان هو يعني هيكون مازال باللطف ده. هل فعلا متوقعين انه يكون بعد شويه اكثر بروده؟ هو طبعا في انخفاض في درجات الحراره بحوالي من درجتين لثلاث درجات على كافه انحاء الجمهوريه. الانخفاض ده هنحس فيه فترات النهار، لان احنا خلال الايام الماضيه كنا بنسجل عظمى على القاهره الكبرى 24 درجه مئويه، لكن احنا اليوم متوقع العظمى على القاهره الكبرى خلال فتره النهار تكون 20 درجه مئويه، وده سبب طبعا وجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، وايضا منخفض جوي على سطح البحر المتوسط مع كتل هوائيه قادمه من جنوب اوروبا مرورا بالبحر المتوسط معتدله في درجات حرارتها، وكمان في تكاثر للسحب المنخفضه والمتوسطه هتحجب جزء من اشعه الشمس. العوامل دي هتساعدني على الاحساس بانخفاض درجات الحراره خلال فترات النهار والاجواء الشتويه اللطيفه تماما خلال فترات النهار، لكن خلال فترات الليل ومع غياب اشعه الشمس هنحس بالانخفاض الملحوظ في درجات الحراره، خاصه في الساعات المتاخره من الليل والصباح الباكر اجواء بارده على اغلب انحاء الجمهوريه. بالاضافه كمان مع تكاثر السحب المنخفضه والمتوسطه طبعا هيكون في فرص سقوط امطار، يمكن هي بدات بالفعل خلال ساعات الصباح الاولى على السواحل الشماليه الغربيه. اليوم الامطار هتكون متفاوته الشده، كميتها تختلف من محافظه لمحافظه، امطار متوسطه قد تكون خفيفه في بعض الاماكن من السواحل الشماليه للبلاد وشمال الوجه البحري، مرورا طبعا بمطروح والاسكندريه، البحيره، كفر الشيخ، التقاهليه، دمياط، بورسعيد، رفح، العريش. ايضا الامطار هتمتد خفيفه للمناطق الداخليه الموجوده في جنوب الوجه البحري وقد تصل الى القاهره الكبرى. على مدار اليوم الامطار هتكون على فترات متقطعه من اليوم، وايضا قد تصل لبعض المناطق من مدن القناه وجنوب محافظه البحر الاحمر. انخفاض درجات الحراره وفرص الامطار ده هيكمل معانا ان شاء الله لبدايات الاسبوع القادم. احنا خلاص بدانا فصل الشتاء، فهنبدا نحس بالانخفاضات في درجات الحراره خلال الايام القادمه. كل الشكر ليكي دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. دلوقتي مشاهدينا خلينا نتابع مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. احنا شايفين مع بعض القاهرة العظمى فيها 20 والصغرى 14، العاصمة الإدارية 21-14، الإسكندرية 19-15، العالمين الجديدة 21-15، مطروح 18-15، دمياط 21-14، بورسعيد 21-15، والإسماعيلية 21-13. السويس العظمى فيها 24 والصغرى 14، العريش 22-14، كاترين 19-3، طابة 19-16، حلايب 23-19، شلاتين 27-20، شرم الشيخ 25-17، والغردقة 27-17. الفيوم العظمى فيها 20 والصغرى 14، بني سويف 21-13، الوادي الجديد 25-10، أسيوط 21-11، سوهاج 22-12، قنا 24-10، الأقصر 25-13، أما أسوان العظمى فيها 26 والصغرى 15. وكده مشاهدينا خلينا نرجع على طول لشاذلي وهدين نكمل معهم باقي فقراتنا وأخبارنا. تفضل. شكرا لك يا منى.